فقل حسبي الله
لا يملكون
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قولا ذلك اليوم الحق ثم ما
المكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما Oh,
ذكرى مولد رسولنا ومولانا وشفيعنا الى الله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا على القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونقلناها لكم ضمن هذا الاحتفال الديني الكبير الذي تقيمه اذاعه الجمهوريه في مصر العربيه، وننقله لكم من رحاب مسجد مولانا الامام الحسين بمدينه القاهره.